السريع السريع. بابا طالعون انت طالعتون انت رفقاتو بابا رفقاتو صار لك شيء؟ يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البناية كلها عقب من اول للسادس لكن المشكلة ما عليك، المشكلة على لبنان يعني ما في محل تبعتن عليه هنا هو قد يضاين أكثر شيء كله ضاين والله فكرنا ما يلي نحن والشباب سوينا بركة إنه مش أزال هون هي حاصرنا إنه في عنا سبب أنا كل يوم ياكل بتعرف ياكل خايف عليه دائما يعني ما عرفت طاقة الشباب بس عندي اخوي احمد يعني كان مغير يموت قدام عيوني قلبي برتاح بطمن لاني اذا هن بعاد عني واذا واحد منهم صلى شيء راح ابكي دم بصراحه يعني